وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ادخل معرض الكتاب العربي في دولة من الدول العربية ادخل أنا دخلت مع مجموعة من الشبان فقالوا شيخنا ماذا تبحث قلت أنا أفتش عن سيدة يومولاتي فاطمة الزهراء في هذا المعرض موجودة ولا ما موجودة في هذه المكتبة عندك كتاب عن الزهراء لا ما عندي عندك كتاب عن فاطمة الزهراء لا ما عندي تريد عندي عن نساء النبي عندي هذه كتب عن نساء النبي هذه أم سلمة زينب بنت جحش لكن أنا أريد الزهراء بنت رسول الله ليش ما عندك كتاب عن الزهراء قال أصور ذيك المكتبة ذاك الجانب يمكن عندهم كتاب عن الزهراء لأن شفت عليهم رقابة شديدة يمكن جايبين كتاب عن الزهراء وقالوا لهم هددوهم أنه راح يسكرون المحل عجيب يعني الزهراء ممنوعة الدخول عندكم ما تدخل ما تعطوها فيزا تدخل ها قال والله ما أدري شيخنا الله يخليك أنا ما أحب أتدخل بهالأمور هذه قلت له زين براحتك فرحت إلى هناك سلام عليكم عليكم السلام العفو أنا أريد كتاب عن الزهراء تفتي قال مولانا في كتاب عن الزهراء بس أرجوك أنه خليها الشكل لأنه ذولا جماعة عندهم رقابة على كتاب الزهراء بس يشوفون الكتاب يسكرون المكتبة مالتي انظر إلى هذا الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في علل الشرافة حديث يجب أن يكتب بماء الذهب يقول نعم عن أبي عبد الله عن جابر عن أبي عبد الله قال قلت له لما سميت فاطمة الزهراء زهراء وهذا يأتي إن شاء الله في مقام التسوية فقال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة هنيك ما إن نحن كشفت الظلمة في هذا الحديث يتمم أن أبصار الملائكة غشيت وخرت الملائكة ساجدين من هذا المنظر ما ظهر عليه ما قال له الله اسجدوا في آدم الله سبحانه وتعالى قال لهم اسجدوا لآدم ليش الملائكة ها هنا حينما ظهر نور القنديل من سيدة النساء ما نطرت حتى تستأذن الله بالسجود لها بل هي قررت ساجدة مباشرة ليش الله سبحانه وتعالى ها هنا ما استنكر عليهم وقالوا إلهنا وسيدنا ما لهذا النور افهم هذا الحديث إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم لمسدوده من نورنا يعني ما دون القنديل أنت يا آدم حتى تحتاج الله يحكي معك اسجد افهم هذا فأوحى الله إليهم ما استنكروا عليهم ما قال له ارفع رأسك ما قدروا غشوا عرفوا من سلب الخضر غشوا الله سبحانه وتعالى يقول وغشيت أبصار الملائكة بطل يشوفوا شيء استسلم فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكن هوني الله نصب القنديل له ولكن بحجاب السيدة أسكنته في سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء
ليش هناك احتاجوا إلى طلب من الله اسجدوا، وهون ما احتاجوا إلى إذن من الله في السجود. فاطمة الزهراء روح القرآن، فقط لا، فاطمة الزهراء روح نور الله عز وجل. مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره نور الله كمشكات، مثل نوره كمشكات، والمشكات حسب الروايات الشريفة في هذه الآية المباركة هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما من ناحية روح فاطمة فيقول الإمام جعفر الصادق، وهو صادق صادق قطعا لا شك في صدقه، يقول إن الله تعالى خلق روح فاطمة من نوره الأعظم، نور الله الأعظم. فما قولك في سيدة جسمها من تفاحة الجنة، روحها من نور الله الأعظم؟ ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. انظروا إلى الرواية التي يتحدث، ومن هنا ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لم تتم نبوة نبي في الأظلة حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة. وسميت فاطمة فاطمة. العجيب جاءت تفاسير لكلمة فاطمة في رواية مشهورة عند جميع المسلمين أنها فطمت شيعتها ومحبيها من نار جهنم. فطمتهم يعني أعتق الله سبحانه وتعالى شيعتها ومحبيها من النار. ولكن حديث عجيب عجيب عن الإمام الصادق عليه السلام، قالوا: يا ابن رسول الله، لما سميت فاطمة فاطمة؟ وهذا من الأسرار طبعا، لا يتحملها كل الناس، وهذا من الأسرار طبعا لا يتحملها كل الناس. قال: لأن الخلق، ما لم يقل لأن الناس، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، منعوا من معرفتها. كلمة الخلق تشمل حتى جبرائيل، يعني حتى جبرائيل لا يعرف قدر فاطمة، فكيف بالناس الآخرين؟ بالفعل ما عرف قدرها. قلنا هناك قضايا العقل البشري لا يستطيع أن يستوعبها. يا فاطمة لا يعرفك إلا الله وأنا